هذا يسأل عن حكم تعليق التمائم التي من القرآن أو كتابة أو الدعاء على أعناق الصغار أو الكبار. لا يجوز تعليق التمائم، فإن كانت التمائم فيها شرك وفيها دعاء لغير الله فإنها محرمة، وهي وسيلة إلى الشرك، وإذا اعتقد فيها أنها تدفع عنه البلاء أو تجلب له الخير فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. فلا يجوز تعليق التمائم إن كانت من غير القرآن، هذا بالإجماع، وإن كانت من القرآن والأدعية الشرعية فهذه محل خلاف، والراجح أنها لا تجوز أيضا، لأن تعليقها وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز، ولأن تعليقها فيه اعتماد عليها، وهذا لا يجوز أيضا. نعم.